على صعيد الطموح النووي المتزايد لكوريا الشمالية. أقر المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانوناً يكرس وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي. وفي إطار تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية لبيونغ يانغ، قال زعيمها كيم جونغ أون إن تكريس الوضع النووي في الدستور بمثابة حدث تاريخي. المساعي النووية المحمومة لكوريا الشمالية تأتي على خلفية المخاوف من تهديدات واشنطن التي تعتبرها شديدة المجاهرة بالعداء لبيونغ يانغ، ما دفع الأخيرة لتحذير الأمم المتحدة من خطر اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية. في إطار ذلك، أبدت كوريا الشمالية انزعاجها الشديد من تحالف طوكيو، سول، واشنطن، مؤكدة أن هذا التحالف يخطط لتنفيذ ضربة نووية استباقية ضد بيونغ يانغ وإضرام فتيل حرب نووية من خلال الإرسال المتكرر لغواصات وقاذفات نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها لأول مرة منذ عقود. حرص كوريا الشمالية على مزيد من التسلح النووي وتنوع قدراتها يتناسب طردياً مع التقارب الأمريكي مع طوكيو وسول، ومؤخراً مع دول جزر المحيط الهادئ، فكلما تقترب واشنطن من شبه الجزيرة الكورية يقترب الخطر النووي لبيونغ يانغ.